يا الشيخ انت ايش والله. شوف لما يسوون لاخوك الكبير حفله وتخرج من الجامعه وتزعل انت تبي حفله برغم انك ما حققت ولا انجاز، يقول يلا شغلوا له اغنيه وشغلوا لك اغنيه في نص حفله اخوك عشان تسكت. هذا اللي صار، هذا اللي صار، هذا اللي صار حقيقي. مع المستشار وده يحتفل فيهم بس ما يدري وش احتفل فيه وش احتفل فيه وش احتفل. قاعد تجيبوا حق 6 شهور يلا، اهم شيء انهم ينبسطون. اما النظام احتفلت في ملعبك واحتفلت ما ادري، لا انت احتفلت ببطوله وديه واحتفلت في في نص حفله اخوك الكبير نص اخوك الكبير، اخوك الكبير متخرج مع الجامعه وانت الى الان يحتفلون في شهادتك في اولى ابتدائي، تقييم مستمر مو بمنطق. المفروض انت ما تكبر السالفه يعني، خلاص عدها، اعرف انها جبر خواطر يا اخي. هذا المستشار ما شاء الله عليه يا اخي، جبر خاطر، جبر خواطركم، قال لا ميسي بيلعب ولا رونالدو بيلعب وحاضرين، وراحوا الصين جابوا شواحن وجو خلنا نحط لهم اغنيه، حط لكم اغنيه، حط لكم اغنيه، استانسوا وتركوا الحرش وترك عنكم المشاكل وترك عنكم احتفلت في نص ملعبك واحتفلت في لا 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 شيك نسيت هم احتفلوا في شيء رسمي في ملعبك في وسط الجامعة في وسط البهو في وسط الكلاس حق المحاضرة. والله نسيت غرسة العلم، وين غارسها؟ غارسها في غرفة الدكاترة. هد